اعرف عدوك. هذا لا ينبغي أن يكون شعاراً، يجب أن يجعله الإنسان منهجاً في حياته. فقد جعل الله للمسلم أثناء رحلته لمرضاة ربه سبحانه وتعالى أعداءً يحتوشونه من كل زاوية. فعلى المسلم العاقل أن يعرف، أن يعرف مين؟ أن يعرف عدوه. ما زالت سفينتنا تبحر في قلوب الصائمين، وما زلنا ننتقل من منزلة إلى أخرى، حتى ولجنا سوياً في المرة الماضية منزلة المحاسبة. فإذا فرح العبد بعطاء الله في رمضان فينبغي عليه أن يقف مع نفسه وقفة يحاسبها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: والله يحب المحسنين، وهي آخر كلمة قرأها قارئنا أثناء الصلاة. قال أهل العلم: يا أحبابي، المحسن الذي يحبه الله هو الذي يحجز نفسه عن المعاصي ويدفع نفسه إلى الطاعات. إنما المحسن الذي يحسن لنفسه إذ يجعلها طائعة خاضعة لأوامر ربها سبحانه وتعالى. في المقابل قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بماذا ظلموا أنفسهم؟ ظلموا أنفسهم لما جعلوها بعيدة عن طاعة مولاها ولم يحاسبوها. أيها الأحباب، اعرف عدوك، هذا ينبغي ألا يكون شعاراً. والمعرفة على وجه التحديد هي النقطة التي وصلنا عندها في المرة الماضية، لأننا قلنا كيف يحاسب الإنسان نفسه، وعرفنا أن هذا الأمر من الأهمية بمكان. ولقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ولقد قال الحبيب المصطفى، صلوا عليه يا جماعة، قال إيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الكيس من دان نفسه. الكيس يعني العاقل. الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت. وقلت لحضراتكم حينها: كيف يحاسب الإنسان نفسه؟ أن ينظر في ذاته موازناً بين حسناته وسيئاته، وأن ينظر في نفسه موازناً بين إخلاص ورياء، وأن ينظر في نفسه بين اتباع لهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين ابتداع، يعني يبتدع في الدين ما ليس منه. هذه الثلاثية من شأنها أن توقف النفس، أن توقف النفس أمام صاحبها. ولكن كيف يوازن الإنسان بين سيئاته وحسناته؟ قلت لحضراتكم: هذا يحتاج بإجراءات عملية إلى ثلاثة خطوات أذكركم بها بعد أن توحدوا الله. كم خطوة يا أخوانا؟ ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي نور العلم والحكمة، والخطوة الثانية أن يفرق الإنسان في حياته بين النعمة والنقمة، الله ينور عليكم. والخطوة الثالثة هي أن يتهم العبد نفسه طوال الوقت، فيتهمها بالتقصير ليزجرها إلى الله. أيها الأحباب، إذن أول خطوة عملية هي المعرفة، هي العلم. فإن الجاهل الذي لا يعرف عدوه لا يستطيع أن يحاسبه، بالأحرى سينهزم هذا الشخص أمام عدوه ما دام لا يعرفه. القاعدة أيها الأحباب: اعرف عدوك. وما الذي جعلنا في مؤخرة الأمم؟ وما الذي جعل الأمم تتكالب على أمتنا وتجعلها كلأ مباحا؟ إلا أننا ما عرفنا عدونا. هذا بالمعنى العام. أنا أقول لك: اعرف عدوك، أي فصل حقيقة النفس لتتدرب على مواجهتها. فإن قلب الصائم إن لم يحاسب نفسه طوال الوقت فإن فرصة رمضان ستنسلخ من بين أيدينا، ولن نصل إلى الغاية التي رسمناها لأنفسنا من أول الشهر، وهي رضا الله. اللهم ارضى عنا جميعا يا رب. ولماذا نبحث عن رضا الله يا سادة؟ يعني أنا فقط أذكركم، لماذا نبحث عن رضاه؟ لأنه إن رضي عنا غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، بدل مشاكلنا، نصرنا على عدونا، رفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والمشاكل.
هذا لأن الله تعالى لا يفعل هذا إلا بعباده الذين رضي عنهم. أيها الأحباب، إذن القاعدة: اعرف عدوك. لأستطيع الموازنة بين الحسنات والسيئات، يبقى أنا على طول محتاج أعرف هذه النفس. وكيف أعرف نفسي يا سادة؟ نعم، تقول لي: اعرف نفسك. هو أنا مش عارف نفسي ولا إيه؟ الإنسان يكتشف أنه لا يعرف نفسه على الحقيقة. إذ كيف يعرفها؟ يعرفها بكلام الله، كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما النفس البشرية التي لي ولحضراتكم، فإن ربي قد وصفها في القرآن الكريم بثلاثة مواصفات كبرى. أنا هقول بس بعد ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أوصل العلماء هذه الصفات للنفس البشرية في القرآن إلى سبعة صفات، لكن كلها ترجع إلى كم صفة؟ ثلاثة بس. أشهر ثلاث صفات لنفسك، تخيل أنا بكلمك عن نفسك اللي الإنسان عايش بيها، رايح بيها، بيتكلم هو وجاي ورايح هو وجاي، وبيتجوز ويخلف ويصرف وينفق ويحوش، ونفسه لا يعرفها. أنا أقول لك: لا نعرف أنفسنا، فكيف نحاسبها؟ اعرف عدوك. ما توحد الله يا أخوانا. كم صفة للنفس البشرية بشكل عام؟ ثلاثة. الصفة الأولى: النفس الأمارة بالسوء. قال ربي: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ما هذه النفس الأمارة بالسوء؟ إنها نفس لا تبحث إلا عن شبع شهوتها وشبع رغبتها وشبع ما تطمع إليه، حلالاً كان أو حراماً. المهم يبقى عندي فلوس، المهم أكل كويس، المهم أتجوز واحدة حلوة، المهم يبقى عندي منصب، المهم يبقى عندي ناس بتحترمني، المهم إن يبقى عندي ناس بتحترمني. ما تصلوا على النبي. كل ده لأنها نفس إيه؟ ردوا عليها الله يكرمكم. نفس إيه؟ أمارة بالسوء. فهل أنا نفسي أمارة بالسوء؟ على طول كل الحاضرين في المسجد قلت: لا مولانا، إحنا عمرنا ما كنا كذا، لا 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 لا، ولا أمارة بالسوء ولا حاجة. طب الآن إذا ركزت ودبرت ودرستها تجدها تأمرك بالسوء في عدة أمور. ألم تأمرك يوماً إذ سمعت صلاة الفجر وأذانه؟ ألم تأمرك بالراحة والدفء تحت اللحاف ولا تحت الغطاء وتنام؟ فإنها لما أمرتك بهذا الأمر أطعتها؟ نعم أطعتها. إذن هي حينها نفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي. ما توحدوا الله يا جماعة. هم كم صفة عشان لا أطيل على حضراتكم؟ ثلاثة. أما الصفة الثانية فهي النفس اللوامة، وهي النفس التي أطمح أن نصل إليها على أقل تقدير في رمضان هذا العام، وهي نفس عظيمة عند الله لها جلالة ومكانة. اللي هي إيه النفس اللي لها جلالة ومكانة عند الله دي؟ النفس الإيه؟ اللوامة. كيف عرفت أن لها مكانة وجلالة عند الله؟ لأن ربي أقسم بها في القرآن الكريم. قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أهل العلم يقولون إن النفس اللوامة هي التي تقول لصاحبها: لما أخطأت؟ لما أذنبت؟ لما تكاسلت؟ لما لم تفعل الفعل لأجل الله؟ تلوم العبد على كل تقصير يقع فيه، وتمدحه على كل طاعة يقع فيها. قال مولانا الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا والله، لا تجد المؤمن إلا يسأل نفسه: لماذا تكلمت؟ لماذا سكت؟ لماذا أكلت؟ لماذا شربت؟ لماذا نمت؟ لماذا ذهبت إلى المسجد؟ لماذا قرأت القرآن؟ لماذا؟ 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 حتى تكون الإجابة لأجل الله لا لأجل غيره سبحانه وتعالى. وأما المنافق فيقع في الفعل ولا يسأل نفسه: لماذا أقدمت على هذا؟ وأريد أن أفرق بين نقطتين هامتين. هذا ليس هو الوسواس القهري الذي وقع فيه مرضى هذا الزمان، هذا شيء وهذا شيء آخر. فسؤال الإنسان نفسه: لماذا أقدمت على هذا الفعل؟ من باب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فإن كان فعلا صالحا أقدم عليه، وإن كان فعلا ليس بصالح أحجم عنه. أيها الأحبة الأكارم، الصفة الأولى كانت نفسا أمارة بالسوء، الصفة الثانية لوامة. أنتوا عارفين حضراتكم النفس اللوامة ديت؟
هي التي ورد فيها الخبر الذي في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، إذ قالت عائشة يا رسول الله، وقرأت بين يدي رسول الله هذه الآية: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت يا رسول الله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وجلة يعني إيه؟ يعني خايفة. يا رسول الله، هذا الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وقلبه خائف. هي الآية دي يا سيدنا النبي معناها كده. مين بيسأل حضرة النبي يا جماعة؟ ستنا عائشة بتقول الآية دي معناها كده يعني يا سيدنا النبي ولا إيه؟ أما الرجل يكذب ويسرق ويغش في السلعة وينافق وقلبه خائف. فقال لها رسول الله: لا يا ابنة الصديق. هكذا قال الحبيب المصطفى: لا يا ابنة الصديق، ولكن هذا الرجل يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويعمل الصالحات وقلبه وجل خائف ألا يقبل الله منه. الخوف، أين الخوف؟ الخوف أني فعلت فهل قبلت ولا لم أقبل؟ هذا هو الرعب يا سادة. هذا لا يكون إلا بمحاسبة الإنسان نفسه. أما الصفة الثالثة للنفس في القرآن الكريم، والتي هي لأولياء الله الصالحين العارفين بالله، الذين عرفوا معنى الدنيا وخرجوا منها وانسلخوا إلى طاعة مولاهم رب العزة سبحانه، فهي النفس التي وصفت في آخر سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة. مالها النفس المطمئنة؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيها الأحباب، هذه النفس المطمئنة هذه تكون لإنسان عرف فاغترف وقف فتأدب عمل فأخلص فقبل عند الله. وافهمني جزاك الله عني خيرا، دول كم صفة في القرآن للنفس؟ أيها الأحباب، يقول أهل العلم: لا تمكس نفس على صفة واحدة يوما واحدا. خلي بالك، ما هنا في البداية قلت لك اعرف مين؟ اعرف عدوك. خلي بال حضرتك، هي لا تمكس على صفة واحدة يوما كاملا. يعني ما تقولش انا امبارح نفسي كانت أمارة بالسوء، النهاردة الحمد لله نفسي لوامة، بعد أسبوع إن شاء الله هوصل عند النفس المطمئنة، خلاص ده أنا بقيت من الأولياء الصالحين خلاص. هذا الأمر غير صحيح يا سادة. إنما الحقيقة أن النفس لكل واحد منا تمر بهذه المراحل الثلاثة في اليوم الواحد، وربما في العمل الواحد، وربما في الكلمة الواحدة، فتأمر بالسوء ثم تلومك، ثم إن كنت تقياً عابداً تسمع القرآن وتخشع بين يدي الرحمن تطمئن وتقول: لن أرجع إلى الذي فعلته قبل اليوم. ما هذا يا سادة؟ إنه عدو شديد التلون، فعليك أن تنتبه له. أفهمتموني الآن لماذا أنا أقول نريد أن نرحل في قلوب الصالحين؟ لا بد وأن يعرف الإنسان عدوه وأعدى الأعداء، هذه النفس التي تأمر بالسوء أحياناً ثم تلوم العبد أحياناً، ثم تطمئن إن عرفت أين هي وأين ستذهب وأين مكانها من الله. أيها الأحباب، هذه واحدة من ثلاثة آليات، يعني خطوات عملية بها يحاسب الإنسان نفسه. أولاً يقارن بين الحسنات والإيه؟ والسيئات، وهذا لا يكون إلا بمعرفتها. متى أمرتني بالسوء؟ متى لامتني على المعصية؟ متى هي نفس مطمئنة هادئة بين يدي الله؟ اعرف عدوك، فإذا كانت أمارة بالسوء كيف أواجهها؟ فإن كانت لوامة كيف أغتنمها وأنميها؟ فإن كانت مطمئنة كيف أفهمها؟ اعرف عدوك، فإنك لن تستطيع أن توازن بين حسنات وسيئات إلا بنور العلم ومعرفة هذه النفس التي أسكنها الله جوانحنا وجعلها سبباً من أسباب امتحاننا واختبارنا في هذه الحياة. الخطوة الثانية من خطوات مقارنة العبد حسناته بسيئاته شيء يسمى التفرقة بين النعمة والنقمة. يا سادة، هذه هي الليلة السابعة من ليالي شهر رمضان. أيها السادة، لقد صمنا لله ستة أيام
وقمنا ونحن في الليلة السابعة، هل ما نحن فيه نعمة أم نقمة؟ هنشوف، لأن لها آليات أيضاً. لا يقيس الإنسان العبد عمله نعمة ولا نقمة إلا بآليات علمية دقيقة. أما إحنا ليه بنرحل في قلوب الصائمين؟ غداً سأضع بين يدي حضراتكم إن شاء الله الأدوات الصحيحة العلمية الدقيقة التي تفرق بها بين النعمة والإيه؟ والنقمة. وهنعمل كده ليه؟ عشان إحنا بنحاسب مين؟ هذا يعني بعد أن عرفناها، يعني المفروض نكون لابد أن نعرفها، يعني أن نقارن بين النعمة والإيه؟ والنقمة، لنتبع النعمة ولنطرد من حياتنا، هنطرد من حياتنا إيه؟ النقمة. فإذا عشنا مع النعمة وطردنا النقمة نكون قد أوقفناها عند حدها وحاسبناها كما ينبغي وكما يكون. أيها الأحبة الأكارم، عيشوا هذه المعاني عملاً حقيقياً واقعياً، ولا تجعلوها خطباً رنانة ولا كلمات نضيع بها أوقاتنا، فإنها رسالة جاءتكم في شهر رمضان، والاحتياج لهذا في هذه الأيام وفي هذه الأحداث وفي هذه الملابسات نحن نحتاجه أكثر من أي عام مضى، لأننا نريد ليد الله الرحيمة الكريمة أن تتدخل في أمة حبيبه المصطفى فترحمها مما هي فيه من الضعف والذل والقتل والهوان والجوع للمستضعفين والقتل للأرامل واليتامى والمساكين.